بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع مراجعة الفصل الحادي عشر وحل اختبار الفصل الحادي عشر مع الصف الثالث الابتدائي مادة العلوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الجسم الذي يغير موضعه يكون في حالة حركة، فحالة حركة استخدم المغناطيس لجذب الأشياء المصنوعة من الحديد. استخدم المغناطيس لجذب الأشياء المصنوعة من الحديد. سحب أو دفع الأجسام يحتاج إلى قوة. القوة التي يستخدمها العداء ليتوقف تسمى قوة الاحتكاك. يبقى نكتب أول شيء الحركة، حركة المغناطيس، قوة الاحتكاك، الاحتكاك. معرفة المسافة التي يقطعها جسم والزمن اللازم لذلك يمكن تحديد السرعة أو تحديد سرعته. هو هنا عندنا مكتوب سرعته، سرعته. القوة التي تحافظ على وجود الهواء حول الأرض هي قوة الجاذبية. مقدار قوة سحب الجاذبية الأرضية للجسم تمثل وزنه. وزنه. سرعته الجاذبية وزنه. إذا تحركت سيارة مسافة 100 كيلومتر، فما الذي أحتاج إليه لمعرفة سرعتها؟ لازم عشان أحدد السرعة الزمن. نشوف الزمن اللي قطعته، يبقى محتاج لي الزمن. في قد إيه؟ في ساعة، في ساعتين كده. أكتب وصفًا لموقع بيتي وأكتب ما أحتاج إليه من معلومات الوصف بدقة. يقع في شارع 13 تقاطع الأمير سعد في الخبر الشمالية. كده أنت حددت المكان والمدينة وكل شيء متحدد. في الشارع 13 بيتقاطع مع الأمير سعد في الخبر إيه؟ الشمالية. مثال يعني، يبقى أنت محتاج تحدد شمال يمين الشارع مكانه كده. تقاطع يعني أنت كده حددت التقاطع، ممكن تقول في منتصف وفي في كده. لماذا يضع السائق زيتا خاصا في، نمسح دي الأول. طيب نحل السؤال اللي فوق ده، ما الذي يجعل الأشياء تتحرك؟ القوة، مثل السحب والدفع والمغناطيسية والجاذبية. خلاص كده، والمغناطيسية وخلاص. القوة مثل السحب والدفع والإيه؟ والمغناطيسية. قوة مثل السحب، الدفع، المغناطيسية. السحب والدفع والمغناطيسية. لماذا يضع السائق زيتا خاصا في محرك السيارة؟ حتى يقلل من احتكاك
الحديد داخل المحرك عشان ما يتكلش. الاحتكاك الزيت بيسهل الاحتكاك حتى يقلل من الايه الاحتكاك داخل المحرك ويسهل الحركة، لان الزيت بيسهل حركة الاشياء، انه املس ليس خشن. لكن الحديد نفسه خشن، لازم نحط زيت عشان يتحرك. ما الفرق بين قوة التلامس وقوة الجاذبية؟ قوة التلامس تدفع أو تسحب الأشياء وتزيد سرعتها أو تقللها أو تغير اتجاهها. أما الجاذبية تجذب الأشياء نحو الأرض. عندما يتحرك الجسم يحتاج دائما إلى زمن طويل، كل هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أقول له خاطئة، لأن الأجسام السريعة لا تحتاج لزمن طويل، تتحرك بسرعة مثل الطائرة، الصاروخ، السيارة، لأن الأجسام السريعة لا تحتاج لزمن طويل. بقول له خاطئة، لأن الأجسام السريعة لا تحتاج لزمن طويل. يبقى قوة التلامس تدفع أو تسحب الأشياء وتزيد سرعتها أو تقللها أو تغير اتجاهها، أما الجاذبية تجذب الأشياء نحو الأرض. العبارة الأخيرة خاطئة، لأن الأجسام السريعة لا تحتاج، احنا كتبنا تكتاح، لا تحتاج كده، تحتاج لا تحتاج إلى لزمن طويل. القوة التي توقف السيارة المتحركة عند استعمال المكابح اللي هي الفرامل هي قوة الاحتكاك. نموذج اختبار، أي مما يلي يصف موقع المثلث في الشكل أدناه. موقع الشكل المثلث طبعا يقع على يسار المربع، يبقى دال، يقع يسار المربع، دال يقع يسار المربع، نقول له دال. السؤال اللي هنا، أي مما يلي يستطيع أن يجعل بعض الأجسام القريبة تتحرك دون أن يلمس، والمغناطيس جيم يحرك الأشياء نحوه دون أن يلمسه. ماذا تصف كل من الكلمتين يمين ويسار بتصف الموقع؟ تصف الايه؟ الموقع. ما الذي يجعل الأجسام تسقط إلى أسفل؟ الموقع ولا الاحتكاك ولا الزمن ولا الوزن؟ الوزن بجاذبية بتسهل جذب الأشياء نحوها بسبب الوزن. يوضح الشكل أدناه قوة تؤثر في كرة ويمثل السهم هذه القوة. في أي اتجاه تتحرك الكرة؟ ستتحرك إلى اليمين لأنه رايح كده اتجاه اليمين. أصف موقع الكرة بأربع طرق،
أنا ممكن أقول الكرة أسفل المنضدة، ده أول واحد. الكرة يمين الجدار، الكرة يسار المقص، الكرة يسار الكيس. الكرة في أسفل منتصف المنضدة، يعني المكتب يعني. يعرف أحمد المسافة التي ستقطع السيارة إلى ما يحتاج ليحسب سرعة السيارة؟ يحتاج لمعرفة الزمن الذي استغرقته، الزمن قد إيه عشان يعرف السرعة. هل وجود قوة الجاذبية الأرضية مهمة لنا؟ فسر ذلك. نعم، يثبت الأشياء على الأرض فلا تقع مثل المباني والأدوات في المنزل، وكذلك الهواء في الغلاف الجوي. لا، وإلا كان كل شيء سيتوقف لو ما كانش فيه هواء نتنفسه. نحتاج إلا بس نخلي دي معلش كده لمعرفة، شيل التاء إنه يحتاج لمعرفة، شيل دي نشيل دوم، يبقى يحتاج لمعرفة الزمن الذي استغرقته. هنا الكرة في أسفل المنضدة، ثبت الأشياء على الأرض فلا تقع مثل المباني والأدوات في المنزل، وكذلك الهواء في الغلاف الجوي. بسرعة، آخر سؤال. من وحدات قياس المسافة بين جسمين السنتيمتر والمتر، السنتيمتر والمتر. كده خلصنا، ما تنسوناش من اللايك والدعاء والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.